صباح الخير عليكم، نتمنى انكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. فيديو اللي كما تشوفوا بديتو معكم من هاد المسمن، هذا راه ماشي مسمن تريد، فقت لي ماما على الصباح بدات فيه كيف ما تشوفوا. ها هو يا مورق، يا سلام يا سلام. المهم هاد التريد هذا ان شاء الله غنصايبو الرفيسه اليوم ان شاء الله للغدا. المهم دابا هو التريد ديالنا طاب، لاصوص ديالنا تتجي ماما وتحل عليها ونشوفوها كيفاش ولات. وعندي هنا غسيله الماعن، غناخد نغسل الماعن كاملين. وبغيت باش نوريكم هنا واحد الحاجه، شوفوا كليناها مع الصباح كرموس، وصلت لقيتو ما بغيتش نقيسو حيت الشوك، ولكن راه وصلت لقيت الكرموس دابا تبارك الله بدا تيبان عندنا. صافي هذا الشيء اللي كاين، دابا غادي ناخد نغسل الميعنات وهانتوما معايا ان شاء الله في هذا الروتين هذا. ما ديواش على الصداع كما تسمعوا، بنتي راه تتبكي لتحت، غنمشي نشوفها ونتلاقاو من بعد. قصرية ديال الرفيسة ديالنا تبارك الله عليك ماما، كما تتشوفوا معنا راه بالدجاج البلدي. يا سلام عرفتي كيفاش دايره الريحه ديالها بمساخن تبارك الله عليك. وهنا هي كما تتشوفوا معايا، الا باي باي. هنا كما تتشوفوا معايا من بعد ما كلينا رفيسه وشبعنا مزيان، جينا للبيبينيير كاينه في تيزنيت، غنخلي لكم لي كوردوني ديالها هنا، حيت هذا البيبينيير هذه هو اللي تنتقداو من عنده حنا سنين وسنين، وهو اللي ماما دائما تتاخذ من عنده بحال ما هكا النباتات وداك الشيء، وتيعطيك حتى نصائح، ماشي غير نصائح بحال ما هكا، هذه تصلح هذه ما تصلحش. بحال دابا انا بغيت شي نبته تكون في وسط الدار، عطاني هذه نصحني بهذه، غناخذ ان شاء الله هي اللي غادي ناخذ. المهم هانتوما كما تتشوفوا معايا بيبينيير زوينه بزاف، هانتوما شوفوا شحال ديال النباتات كاينين، كاين نباتات اللي ديال هنا، كاين ديال برا. غنوريكم واحد، شوفوا هادو شحال زوينين، هادو خصني نسولو عليهم واش ديال الدار ولا لا. شوفوا كنا خدينا من عنده لالويفيغا شحال هادي، ورائعه بزاف. اللي بغاو الناس تاع تيزنيت اللي بغاو لالويفيغا الحقيقيه ديال الشعر وديال الوجه، وتصدق لكم 100% طبيعيه، حيت دائما تناخذها من عنده وجيو لعندو، راه عنده داكشي زوين. شوفوا هادو، شوفوا هادو كيفاش دايرين، اح فيهم الشوك صغيورين. شوفوا هادو كيفاش دايرين بلاتي، شوفوا هادو كيفاش دايرين. هادو شويه غاليين، شويه قال لنا 100 درهم الوحيده، ولكن حيت السلعه ديال برا والناس خداتهم، شوف شحال بقات منهم، بقاو منهم هاد ربعه صافي. شوفوا هاد، شوفوا هادو كيفاش دايرين رائعين. تبارك الله عنده داكشي زوين بزاف. المهم حنا هاد البيبينيير غير تناخذو من عندها دائما. ماما بانت لك شي حاجه؟ هادو عندي في البلكونات ديال الدار، عرفتي ما كيموتوش، كتموت ديك الوريده كتحيد زعما تطيح تطيح، كتنوض وحده اخرى. هاك هادو واخدهم في الغوز واخدهم في الوينس، ناخذ منهم واقيلا انا شي حاجه. هادو واخدك ديري في الماء تينوضوا لي جديرات وتغسلي عليا كينوض هادو. المهم بيبينيير دو ترقع، بالنسبه انا ان شاء الله غادي ناخذ هادو، هادو راه هما جوج ووحده بحال ما هكا كبيره ان شاء الله. هذيك دراسينا وهذيك الشيفريلا، هذه شنو سميتها؟ هذيك دراسينا وهذيك الشيفريلا، وهذه الشيفريلا. الشيفريلا عجبتني بهذا الصفر هذا ديالها بحال ما هكايا، وهذه هكذا. نتمنى على الله، انا راه ماشي محافظه على النباتات، ولكن بغيت زعما ماشي بحال ماما زعما، ولكن بغيت زعما نديرهم في وسط الدار، نتمنى على الله يصدقوا لي. يلا نخليكم دابا من بعد نمشيو عاوتاني لبلاصه اخرى نصور معاكم. كيف ما تتشوفوا معايا هذه هي البيبينيير، ها هو النمره ديال مولاها، ها هو النمره التليفون ديال مولاها، وراها زوينه بزاف بزاف، تتبيع حتى لي فاز حتى كلشي. هنا في الطريق ديال اكادير كاين هاد المحل هنايا تيبيع هاد الشيء ديال بحال ما هكا، ها المهم جينا باش ناخذو من عنده. هانتوما شوفوا الشكيلات، شوفوا هادو شحال رائعين. شوفوا هادو بحال ما هكا ديال ليدام، اش كي دايرين. شوفوا هاد البلاد ديال الحوت. ماما
واللي زوين عنده بزاف اللي تنجيو دائما ناخذهم من عنده حنا هما القصريات. كاين بحال ما هكا قصريات ديال الطين بلديين، وها هما هادو، هما هادو هاد القصريات هادو راه واخداها ماما هي اللي تتصايب فيها دائما، حاجه بلديه هانتوما كما تتشوفوا معايا ممجلجه ما والو، رائعين بزاف بزاف هاد القصاري. ها هو انا غناخذ من عنده ان شاء الله الطاجين، طاجين بحال ما هكا ما عرفتش شنو الطواجن عنده، ها هو الطواجن بحال هادو ما مجلجينش، ولو بخي ديالهم مناسب زعما داير لهم 35 درهم، وكاين الكبار اللي داير لهم 60 50 درهم على حسب لاطاي. يعني نشوف هاد الطاجين هذا قدايش. شوفوا كيفاش دايرين، كاينين في هاد لاكولور، كاين في لو بلون، كاين في المارون، كاين في لو فيغ بزاف. شوفوا لي فاز الشكيلات، وكاين عنده حتى داكشي ديال السلات، هادشي بحال هكذايا طباق بحال هادو ديال الخبز. شتي هادو بحالهم تلاقيتهم انا في مراكش، زيدين لهم غير واحد الشوشيات هنايا اللي دوك الشوشيات تلقايهم ب 3 دراهم ولا ب 4 دراهم في اي بلاصه، و تيبيعوهم ما كاين غير 200 300 درهم. هما في الشكيلات كاين اللي فيهم بحال هكا، المهم كاين الشكيلات والنوعات فيهم بحال هادو. هادو كدا تيصلحو لغونجمون هادو، شحال حال فنين وكبار، نديرهم انايا في الماريوم، دايره فيهم دوك لي زور ولا دوك سميتو اللي ديال التبديله ديال الناموسيه وداكشي، مدايرهم فيهم بزاف بزاف، مهم تستعمليهم في بزاف ديال الحوايج. شوف شحال فنين، وي ماما واو، مهم شوفوا هاد لي طابلو شحال فنين. ويلا قلت لكم هنا فاش تدخلوا هنا تتشموا الريحه ديال القصب، يا سلام. حنا راه عندنا من عنده بزاف بحال هادو كدايا، هادي غونجمون ديال الماكياج بحال ما غير شي حاجه طبيعيه في الدوش. كاينين بحال كدايا ما في الشكيلات، شوف لي طاي، شوفوا بحال هادو هكذا تيتسدوا، ديري فيهم لي برودوي ديالك في الدوش ولا بحال ما هكا، الديكور ديالهم زوين. شوفوا شحال فنين هادو، الخبز شو هادوك قدامين، هادو اللي عقلت عليهم كانوا قدامين. شوفوا كيف دايرين غارقين شويه، باي باي. كاين هاد المكحله اللي بغى يشريها، هادي تاهي للبيع. شوفوا تبارك الله اللي تيبغي، مرحبا خدامه. طيب بحال كاين اللي تيبغي بحال هاد الحويجات هادو، وانا تيعجبني بحال هاد الحويجات البلديين. شوفوا هذا المجمر هذاك سميتو الرابوس، هو صغير، شوف كيفاش دايرين صغارين في الشكل، واو هذا بالمرايه. واخا هادو كاينين عندنا حنا في الدار بالحق، ماما ما عندهاش فيهم القبيلات لاش تيصلحوا، مثلا طيبتي مسمن ولا طيبتي بالطبوط ولا شي حاجه فعاود تحطيه فوق شي حاجه ديال بلاستيك، ولا تحطيه فوق الرخامه ويعرق تتحطيه فوق من هادي، عرفتي ما تيعرق ما والو، وراهم رخاصين في الثمن. بشحال هادو؟ هادو هاد السليله هادو، هادو هانتوما راهم رخاصين ب 10 دراهم ويتستعملوا بزاف. بحال دابا كذلك خيبي الا طيبتهم يكونوا عرقانين، تبقاي تقلبي فيهم باش تحطيهم، تتحطي وحده فوق وحده ما تيحركوش، حيت هادو ديال القصب حاجه طبيعيه. شوفوا هما فيهم الشكيلات على حسب ماما كانت خداتهم، ما فيهمش هاد الكبيلات، دابا زادوهم ليهم بحال ما كتشوفوا بالصفر شحال فني الشكيلات، فنين فيهم. شوفوا هانتوما مشكلات فنين في الكرونه، في الصفار، في الفيولي، رائعين بزاف. وكاين اللي ما فيهمش اللي تيبغيهم ما يكونوش، كاين اللي ما فيهمش هادو، هاد القصاري هادو، هادو راه هادو تطيبي فيهم مسمن، طيبي فيهم بغرير وداكشي، وهادو راه كانوا عند ماما هنايا، راه ما فاش طيبت البغرير بلا 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 المقله ديال التيفال، واش نات صغيورين. مهم دابا خاصني قله، انا يا ناخذ قله. شوف شي قله صغيره، خو هذه مزيانه مويان، انا تنختار وتنسولو نقول ليه واش لا كاليتي ديالها مزيانه، هو تيجاوب يقول لي مزيانه ولا لا، وديك الساعه حتى باش ناخذ نسولو على هذه عجبتني. كيف ما تشوفوا معايا هذا هو المحل، ها هو يا جا في الطريق اكادير، هذه تيزنيت هنايا وهنايا اكادير، يلاه تفوتوا شويه الخرجه ديال تيزنيت تتلقاوه. شوفوا كيفاش داير المحل، راه هو محل كبير وطويل، ها هو يا كلشي هكذا، سميتو خزفيات امغران، ها هي انفاس معايا.
فني، ريحة القصب عاطية فيهم، كل شيء على السويك. هادو ديال الطنجية راهم في الأشكال، كاين هادو ديال الطنجية هاهما في الشكيلات. كيف ما تتشوفوا معايا حنا يلا دخلنا دابا للدار، قديت هاد النبتات هادو ها هما يا خديت هادي جوجات هكذا دايرين ها هما يا. انا اللي عجبني هو هاد الورقات ديالهم، شوف كيفاش دايرين. او خديت هادي ها نتوما هو شكلها كيفاش دايره، راها شويه كبيره، وها هو الورقات ديالها كيفاش تيكونوا رائعين زعما صراحه المنظر ديالهم. خدينا كذلك هاد النبتات هادو، بلاتي نوريهم لكم، هادو هاد الوريضات الاثمنه عنده راه مناسبه بزاف، هادو تقريبا ب 10 دراهم وقيله باش خداتهم ماما، وراه ماما شكراتهم بزاف حيت تينوضوا زعما تيصدقوا ليها، تديرهم في البالكو تديرهم في الشرجم ديال الكوزينه رائعين بزاف. ها هما الشكل ديالهم كيفاش دايره معروفين. وخدات خديت انا كما تشوفوا هادو قلتها لكم ها هما يا، خديت ثلاثه انا ناخذ مبدئيا خديت غير ثلاثه ونشوف ان شاء الله الا صدقوا لي غادي نزيد مزال، حيت عندي بزاف ديال البلايص فين ندير النباتات بحال ما هكذا في وسط الدار، وانا تنحماق على بحال هاد النباتات يكونوا طبيعيين وكذا. شوف هاد الورقات ديال هادو كيفاش دايرين، خلاص فيها هاد اللوينات هادو، شوف ملي تتمسحيها تتبان تتبري. مهم انا عجبتني هادي، والثمن ديالها مناسب، واش ما بين 15 حتى 20 درهم، في حدود 50 درهم الثمن ديال هادو الوحيده، على حسب واش كبيره ولا صغيره. شوف كيفاش دايره زوينه بزاف. المهم هو انا كنت بغيت ناخذ وحدين اخرين، اللي هو شكر لي هذه بزاف قال لي راه تصدق وان شاء الله تكون هي الاولى. بالنسبه لعند مول الفخار تقديت عنده هاد القله هذه، شوفوا الشكيل ديالها كيفاش داير، ما بغيتش نحلها انا راني ديجا حليتها على حساب تبقى ملويه كيفاش لواها ليا هو. ها نتوما شوفوا الشكيل ديالها كيفاش داير بهاد الديكور هذا ديال القطران رائعه. وخديت معها الكاس ديالها، ها هو الكاس ديالها، المهم ها هو الكاس ديالها لداخل بلاتي نحاول نجبدو ليكم. ها هو الكاس ديالها كما تتشوفوا بحالها، فيه النقيطات بحالها بحال ما هكا، يجي لونسومبل ديالهم زوين هدايا، راه فيها القطران غير على برا ما فيهاش في الداخل. خديت كذلك هاد الزليفه هادي بحال ما هكا في هاد اللوين هذا، هاد البيستاج شحال الشكل ديالها فنيون، لقيت عنده غير وحده وقال لي ان شاء الله غادي يجيب منهم باش ناخذ في اللوينات كاملين. خديت هادو ها نتوما شوفوا هما راه هما نفس الديزاين نفس كلشي، ولكن اللوينات مختلفين، هادي فيها بلوغونج، هادي فيها الغوز والوريضات بهاد النقيطات هادو بالفيولي، هادي بحال ما هكايا في هاد لوغونج مع لو نوار مع سميتو مع الالوان. نحاول باش نجبدها لكم، اوبس ها نتوما ها هما هادي فيها هاد اللوينات كدا، شحال زوينه فيها الخضار فيها الفيولي الزرق. وخديت هادو كدايا دايره هادي في الزرق والاخرى في الكحل، المهم انا بغيتهم بحال ما كيكونوا في الالوان، هما نفس الديزاين كما تتشوفوا معايا نفس الديكور، انما اللوينات مختلفين، عجبوني بزاف بزاف. ايوا صافي هادشي اللي كان خدات ماما هاد السله هادي، هادي حسبها ليها ب 20 درهم الثمن ديالها كما تتشوفوا، اثمنه جيد جيد مناسبه. خديت كذلك هاد سميتها هادي حتى لاخر لحظه بنت لي كاينه عنده عند داك السيد اللي تيبيع داكشي ديال الفخار، خزافيات امغران، راه ديجا صورت لكم المحل. ها نتوما كيف ما تتشوفوا كيفاش دايره، شوفوا زوينه عجبتني بحال ما هكا، وهاد راه ما عاد ما تيبانش لكم مزيان حيت وراه الطراب الكحل. خديت هاد الخنشه هادي هكذا ب 20 درهم، هادي ها هي لاماك ديالو، جو كخوا هاد لاماك ديال التراب نيت. المهم قال لي هادي خلطيها مع اي نوع ديال التراب اخر، ها هي اللي مهمه، خلطيها مع اي نوع ديال التراب اخر غادي يصدق لك النبتات ديالك.